والله عمال مئات مئاتين العمال، يعني الصبح تجي العالم يعني للتسعة للعشرة تمشي تروح على الاهلها. نشتغل عمال كل شيء بنية. والله ما نشتغل بشار بشار يجوز يحصلنا يومين ثلاث ايام بشار. والله عندك عائله واطفال، ايش تسوي يا اخويا؟ يا اخويا اكثريته دحق عليها تركب وتروح مشي، الله بدالك على اهلي تروح مشي وترجع مشي، في سبيل الله يصرف كروش يسوي مشي. اي والله مشي، والله ناس هنا تعرف طارف الموصل. اي اذا تشتغل قد تطلع باليوم؟ والله نتمنى 10,000 دينار يوميا. 10,000 كيف؟ اذا تشتغل قد تطلع لك؟ اخويا انا بشار كله ما انت الله بتدوب، يعني يا معيشين الاطفال يا ما معيشين، الله بدالك بتدوب يعني. مطالب الحكومه انه هذا الاعمار اللي يا اخي الحكومه وين جانا حد؟ والله ما اي مسؤول ما جانا، اي شخص ما جانا، احنا هنا بابجي بس يجون يقفون يسالونا ها شو شغلكم يمشون يخلونا. شو توجه رساله؟ انا وجه رساله بتشوفون هاي العالم حل هاي العمال هاي دحق عليها كلها، والله العظيم كل من عنده خمسه سته اطفال شاتلهم الجوع. باب جديد صنف مع العمال. ايش قد صار لكم انتم هنا؟ والله انا هاي 25 سنه هنا اشتغل. شلون تشوف الشغل؟ والله شغل ماكو، شغل ماكو ابد، عطالين بطالين. ايش قد صار لك ما تشتغل؟ والله هاي صار لي يمكن 15 يوم بطالي، اليوم يلا طلعت بشغل ب 10,000 دينار. 15 يوم؟ والله اليوم طلعت بشغل ب 10,000. اي والله عندي خمسه اطفال. 10,000 طلعت؟ والله ب 10,000. يعني ادري 15 يوم ما طلعت. والله بطال. اليوم طلعت، يعني شلون عايش عائلتك؟ والله على الله. شلون دافعين؟ والله كل شيء ماكو. والله اسكت وخليها، والله دين بدين. الله وكيل. والله العظيم كله دين. كل 15 يوم تشتغل لك مره؟ والله كل 15 يوم، كل مرات 20 يوم، مرات ما يوميا نشتغل ما سوى. شو توجه رساله للحكومه؟ شو تقول لهم؟ والله شو يعملوا لنا شغل؟ يفتحوا لنا مال عطاله بطاله، والله العظيم متنا ملتنا والله. انه هاي المشاريع اللي هسه يبدون بها بالقديمه انه يشتغلوا والله فلا شغلوا احد من باب جديد، والله كله عمك خالك، والله العظيم ما شغلوا كل احد. وانا مسؤول عن كلامي، كله بيناتهم. اشتغل والله 100 فايل قدمته. 100 فايل حرامي لا طلع اسمي. انت منين؟ من اي مكان؟ انا من باب جديد. باب جديد؟ ايه. شغل تعبان والله. والله هاد بلوك رمو هاي الشغله نشتغل. كل يوم تشتغلون؟ لا والله كل ثلاث ايام يوم ويوم ما سوى، مرات اسبوع. اسبوع اي والله. متزوج؟ منو؟ ايه. عندك اطفال؟ ايه عندي. والله اشتغل السوق، ما اشتغل ما السوق. والله مدرج يعني شو اقول لك؟ انت بيتك قريب لو بعيد من هنا؟ والله بالبوسيف بيتي. بالبوسيف؟ اي والله. وما تشتغل هم؟ اي والله ما اشتغل. ايش قد تقريبا هنا الشباب الموجودين؟ والله تقريبا كثيرين يعني. ايش قد يعني؟ يعني بال 70 عامل هيك. وما حد يشتغل؟ والله ما حد يعني. اشتغلت ايش قد تطلع اليوم؟ والله 10 ما سوى. انا احكي لك شيء سالفه وحده. لاحظوني ابن البلد بطال عطال ما حدا يشغله، منظمات هسه انا واحد من الناس عندي اربع ولاد، والاربع ولاد سجلتهم بالمنظمات ولا حد هسه ما حد شغلهم. ما طلع اسمهم. يجينا محافظات من غير محافظات من غير مكان يجي يشتغل، اللي هو خلان اللي هو عشيره هذا. اربع ولاد واللي صغير بهم مواليد 85 واللي كبير بهم مواليد 2/4. والله انا عندي راتب 450,000 ادا عايش ما انا وياهم. انت عايش؟ انا عايش زين. ما طالب الحكومه انه هاي المشاريع اذا بدت كلها بالقديمه انه ينزلون يشتغلون بها ممكن يصيرون؟ من سي من نبال الموظف اعطونه 4 ملايين، اعطونه 7 ملايين، اعطونه 10 ملايين وما يشبع اي بوق. الكبير والصغير كلهم ما ياخذون رشاوه. باي مكان اللي طوح اذا ما تعطي رشوه ما تمشي معاملتك. زين ايش طالب من الحكومه؟ ايش توجه لهم رساله بخصوص البطاله عطاله والشباب اللي لحد الان ما لقوا له فرصه عمل؟ فرصه عمل للحكومه او اخير من يتعرف، الحكومه اذا تريد الشغل للشباب تفتح معامل مصانع هذه لو موجوده هذه كان كلهم اشتغلوا ما ظل احد بطال.